وأخيرا كاميرا الأشبال كانت مع ناشئات النادي الأهلي للكرة النسائية. نروح نشوف مع بعض التقرير ده عن ناشئات النادي الأهلي للكرة النسائية مواليد 2004، وبعدها لفاصل، وبعد الفاصل واحد من نجوم الزمن الجميل، النجم الكبير الكابتن عادل طعيمة. طبعا الحقيقه فكره الكره النسائيه دي لكره القدم طبعا ما كانتش موجوده في النادي من سنين طويله، وانا متابع الحقيقه طبعا بحكم شغلي في الاتحاد الافريقي انه كره القدم دي الان الفيفا اصبحت بتصر على انها تلعب من الجنسين، لانه الحقيقه كره القدم الان في كاس العالم الاخير اثبتت انه كره القدم النسائيه اصبحت لها رواج كبير جدا، ويعني جذبت مستثمرين كثير جدا في من الرعاه، واصبحت لها ثقل كبير جدا. واخر مباراه في كاس العالم الحقيقه اللي اتلعبت السنه دي كانت حقيقه فازت لعيبات على قدر كبير جدا من المهارات اللي هي تفوقت على بعض اللاعبين الكبار اللي موجودين في الساحه الحاليه. الطلبات عندي جت كثيره جدا فعرضتها على اللجنه، الحقيقه اللجنه وافقت، شكلنا اول كره او اول اكاديميه كره نسائيه في مدينه نصر. الحقيقه كانت حقيقه مش عايز اقول لك قد ايه الجذب اللي كان موجود والعدد كبير قوي كان في الفتره الاولى اللي عملنا فيها الاكاديميه. والان طبعا حقيقه دخلنا في موضوع مهم جدا، ليه عملنا فريق كره نسائيه يلعب دوري؟ ما كانش حاجه في الدماغ، لانه ما كانش فيه يعني اتجاهات ان انا العب دوري، ما فيش. فلقينا بقى الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي طلب لكل الانديه اللي بتلعب في دوري محترفين او دوري الحياه الكاف اللي هي دوري الابطال وكده، انه لازم يكون عنده الفريق اللي بيلعب يكون عنده فريق كرة نسائية على الأقل 17 19 سنة إذا ما كانش فريق أول. وزننا طبعا بنبني في هذا الموضوع، والحمد لله المفاجأة الكبيرة إن إحنا لعبنا أكثر من 7 مباريات ما خسرناش غير مباراة واحدة. تخيلي مع فرقة بتلعب بقى لها سنين طويلة جدا، ودي حاجة الحقيقة أنا بعتقد إنها يعني نجاح يعني أنا ما كنتش أتوقعه. البداية بتاعتي كانت إنه إزاي هي عندها المسؤولية إن هي تلعب أصلا بالتيشيرت الأهلي، فلازم يتزرع فكرة الأهلي وفكرة الانتباه وفكرة البلاس 90 والشياطين الحمر وكل الحاجات اللي احنا عارفينها طبعا، فده ادى انطباع وادى روح ليهم مختلف تماما، بلس كمان الأخلاقيات واللعب وطرق اللعب والشكل الحديث والتحمل المسؤولية والالتزام، كل ده اختلف تماما معاهم واتبنوا على السيستم ده. ده غير كمان ان احنا بنهتم بحياتهم الشخصيه، لو فيها اي حد عنده مشكله احنا فاتحين له الباب تماما ان هو يتكلم معانا، وكمان ممكن نقدر نحل مشاكله كمان عشان يكون مركز معانا في اللي احنا بنعمله. بدايه هو في البدايه طبعا كان اول مره يلبسوا تيشيرت الاهلي وينزلوا بيه، فكان هم كانوا مش مصدقين نفسهم، فطبعا كان في شويه رهبه، تيشيرت الاهلي برده تقيل، فماتش ورا ماتش كان الموضوع بيبقى افضل وابسط. كانت المنافسات طبعا شرسة، اي حد بيجي قبلك نازل لك بتقله، وحتى لو حد بيلعب 70% ونازل بيلعب لك 200%، فطبعا لا لغايه دلوقتي عملنا ماتشات كويسه جدا باداء مرضي جدا جدا بالنسبه ان هم اول فريق يتكون في النادي الاهلي واول مره يلعبوا مع بعض من كام شهر بس، فلا بالنسبه لي هم سوبر بصراحه. نمره واحد ان احنا كان عندنا من سنتين الاهلي اخيرا قرر انه يعمل او كابتن شطه بالاخص ان هو قرر انه يعمله اكاديميه كره قدم نسائيه، فهم استعانوا بكابتن اميره يوسف، وكابتن اميره يوسف جابت الجهاز بتاعها وعملنا ان احنا اشتغلنا على اول سنه اكاديميه كره قدم نسائيه، فكان العدد كويس جدا فاشتغلنا عليهم، وكنا نتمنى ان السنه اللي فاتت كان نبدا الفريق بس اتاجل للسنه دي، فاحنا بقى لنا 2 سيزونز عاملين اكاديميه كره قدم نسائي عشان نقدر نقوم قوام للفريق. بدايه يعني كويسه جدا، وطبعا مع جهاز قوي جدا كابتن اميره وكابتن ايات وكابتن نوره، الحمد لله كلنا بنكمل بعض. الحراس طبعا يعني معانا من يعتبر بنقول ألف ب اساسيات، وماشيين معانا خطوه خطوه وتمام، ويعني في تقدم بيكتسبوا خبرات من الماتشات، لان السن الصغير ولسه ماتش 2 3 كل ماتش بياخدوا خبره اكتر من الماتش اللي قبله. انا لما كنت في فريق مثلا قبلي كان طبعا كنا بنجهز كويس وكده، بس لا انا لما رحت الاهلي انا لا اتفاجئت، يعني لا تجهيز واساتك
وبنعمل فتنس جامد ولا يعني لا يعني في انا حاسه بين كابتن اميره وبين اللعيبه كلهم ان هم لا عايزين ياخدوا الدوري وفي روح كده. طبعا انا طول حياتي كان نفسي العب في الاهلي. انا مشيت من النادي ورحت الاكاديميه لعبت فيها سنتين عشان العب في الفرقه، وقعدت في الاكاديميه ويعني اتمرنا وعملنا كل حاجه لحد ما وصلت لحته ان انا اقدر العب في فرقه، والحمد لله اخذوني في الفرقه من الاختبارات ومن الاكاديمي من كل حاجه. وبس يعني كان شعوري طبعا يعني احسن حاجه حصلت، لان كله يتمنى طبعا ان هو يلعب في نادي كبير زي ده وشايل اسم زي ده ويلعب باللوجو زي ده. كان في تمرينات كتير وحاجات كتير، كنا بننزل كل يوم زي معسكرات كده، وكان كابتن اميره طبعا تعبت معانا، وكابتن شطه كان برضو معانا طول الوقت، وكلهم يعني كانوا في ظهرنا وكده. لا انا اصلا اهلي كلهم اهلاويين، بس انا ما حدش يعني شجعني، انا اللي اخذت الخطوه دي بنفسي، وانا اللي كنت مسافره ونزلت مخصوص عشان اجي الاختبارات. ورغم ان الناس كلها كانت شايفه يعني اني ممكن يعني ما بقاش لعيبه في نادي الاهلي، بس انا صممت وجيت لوحدي والحمد لله جيت. انا كنت مع كابتن اميره وكابتن عيد في الاكاديميه من ساعه ما فتحنا، وكان عندنا فرقه كده كونناها في الاكاديميه، وكنا بنلعب ماتشات فريندلي يعني مع ناس تانية. وبعديها لما جم يفتحوا فرقه، كابتن اميره وكابتن عيد طبعا اختاروني انا وجانا كابتن بتاعتنا وكذا واحده تانية ان نيجي معاهم الفرقه، وابتدينا في الصيف يعني. طبعا كان عندنا اعداد، فتره اعداد قويه جدا يعني، كنا طبعا بنجيب في نفس وكده يعني، وكنا يعني كنا مش عارفه اقول ايه بالظبط، كنا نشتغل على نفسنا. طبعا قبل اي ماتش انا ببقى براجع اخطائي، عايزه اصلح من ده في الماتش ده، عايزه اعمل كذا كده يعني. انا اولا اصلا كنت بلعب في الاكاديميه مع كابتن امينه وكابتن زيزو، كنت بلعب، رحت الاول كلاعب، بعد كده كابتن زيزو شافت فيا مهاره قالت لي تعالي معايا حارس، ورحت وكانت اشتغلت معايا من الاساسيات حراس مرمى، كانت تعلمني ازاي امسك الكوره وكده، ولعبت معهم لمدة سنتين. وبعد كده كابتن أميرة وكابتن زيزو قالوا لي أنت هتيجي معنا التيم وكده، جيت التيم، وبرضو كابتن زيزو كانت برضو بتعمل لنا نفس وبتمرننا تمرينات.